السلام عليكم اخوان الاخوات، نتمنى تكون بخير. في هذا الفيديو غادي نعطيو معلومات كثيره على الشعبه ديال تسيير المقاولات، لا جيستيون دي زونتربريز. دونك كاين بزاف تاع الناس اللي دايرين هذه الشعبه ولا ناويين يديروها، ولكن مازال ما عارفين عليها والو. مزيان، دونك في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نهضروا على هذه الشعبه هذه مزيان ونحطوكم في الصوره. بالنسبه للشعبه ديال تسيير المقاولات او جيستيون زونتربريز، هي واحد الشعبه كتقرا في المدارس تبع الدوله وكتقرا في المدارس الخاصه. بالنسبه للمدارس تبع الدوله، دونك لو اف بي بي تي كتقرا في ليستا، و كاينه وقيلا في السي ام سي. المهم هذه المعلومه غادي نتاكد لكم منها. بالنسبه لهاد جيستيون زونتربريز، المده الدراسه اللي فيها هي عامين ونص، داك النص ديال 16 عامين. العام الاول كتقراو لا جيستيون اون جينيرال، دونك كتاخذوا واحد النبذه على لا جيستيون زونتربريز، كتقراو فيها بزاف ديال الحوايج. من بعد العام الثاني كتختاروا واحد التخصص، يعني كتخصص. عندك اربعه تاع لي زوبسيون اللي كتسمى، يعني بزاف اربعه تاع لي شوا ديال الاختيارات كيتسموا لي زوبسيون. لوبسيون الاولى دونك غادي نرتبها لكم، نرتبها لكم من احسن اوبسيون الاقل، يعني المعايير اللي غادي نرتب لكم عليها هو على حسب عدد يعني لي زوفر دومبلوا اللي كاينين والعدد تاع لي كونكور، ويعني الحاجه اللي مطلوب بزاف في سوق الشغل. الحاجه الاولى هي فينونس اي لا كونطابيليتي، هذه الاوبسيون الاولى مطلوبه وكثيره، يعني كيطلبوا فيها عدد كثير في لي كونكور سواء في المؤسسه تبع الدوله او في الخاص. الاوبسيون الثانيه هي الكوميرس اي الماركتينغ، هاد لوبسيون تاع هي مطلوبه. لوبسيون الثالثه هي الغوسورس مين. لوبسيون الرابعه هي لوفيس ماناجر. بالنسبه لوبسيون الاولى ديال الفينانسيير كونطابيليتي، خاصه بالناس اللي باغيين يخدموا في البيرو، دونك الواحد باغي يجلس في البيرو ويخدم في لا كونطابيليتي اي لا جيستيون اي الفينانس الى اخره. مزيان، عندك سالير وعندك امتيازات اخرى على حسب المؤسسه وعلى حسب الشركه سواء القطاع العام او القطاع الخاص. لوبسيون الثانيه اللي هي ديال الكوميرس اي الماركتينغ، هي واحد لوبسيون اللي كتبغي الواحد يا اما يكون حركي كيتحرك وعندو الموهبه ديال الاقناع الى اخره، او عنده مع لي ريزو سوسيو مع الانترنت الى اخره. دونك هذه هي لو كوميرس اي الماركتينغ، كتبيع كتجيب طلبيات كدير لا بروسبكسيون الى اخره. لوبسيون الثالثه هي الغوسورس مين. الغوسورس مين هو كل ما يتعلق باللي سالاري اي لي زومبلوي. دونك فهاد السيرفيس هذا انت اللي خدام في هاد البوست تاع الغوسورس مين، انت اللي كتحسب ليهم لي زور اللي كيخدموا، لي زور سوبليمونتير، كتحسب الكونجي، كدوز لهم الصالير، كدير ديكلاراسيون تاع سينس الى اخره، اي حاجه متعلق بالموظفين. دونك الخدمه كتكون بزاف في الشركات اللي عندهم اكثر من 10 موظفين. دونك كاين خدام اخرى اللي فيهم تماره بحال لوزينات، بحال الفيرمات كتكون عندهم 200 300 1000 2000 واحد، ولكن كتكون عندهم جوج ثلاثه اربعه كيتكلفوا بالبيلتين دو بي ديال الناس. والاوبسيون الاخيره اللي هي لوفيس ماناجر، هي متعلقه بالاداره. دونك بحال نقولوا عندها علاقه بالفينونس لا كونطابيليتي، ولكن كاين الفرق بيناتهم. مزيان، هذا بالنسبه للعام الثاني. ولكن دابا هنا السؤال، مثلا عندنا في واحد المدرسه مثلا 80، مثلا عندنا 80 ستاجير متدرب، وكل شيء مثلا اختاروا الفينونس اي الماركتينغ، الفينونس اي لا كونطابيليتي، واش غادي يديروا؟ هاد القضيه هادي كيعتمد على النقطه ديال العام الاول. الناس اللي جابوا النقاط كيكلاسيوهم، دابا هاديك 80 واحد كيكلاسيو النقاط ديالها. مثلا كاين 4 تاع لي زوبسيون، خاص كل اوبسيون يدخلوا فيها 20، دونك باش يشوفوا الاكثر طلب. كلشي اختار الفينونس غادي يهزو 20 واحد اللي اختار الفينونس. لو شوا الثانيه كلشي اختار الكوميرس غادي يهزو 20 واحد اللي جاب نقطه مزيان اختار الكوميرس الى اخره. دونك هكا كيفاش كيكلاسيو. وهذا اشكال عند بعض المتدربين، كيقول لك حنا درنا واحد لوبسيون اللي ما بغيناهاش، ولكن الواحد خصو يجيب النقطه لانه كاين منافسه بزاف. مزيان، بالنسبه للدبلوم هذا ملي كنشدوه اشنو غادي دير به؟ النقطه الاولى هو ممكن تكمل قرايتك، دير ليسونس بروفيسيونيل ودير الماستر المهني.
ممكن تكمل قرايتك به على برا، ممكن تخدم به في القطاع الخاص، وضروري خاصك تخدم في القطاع الخاص باش تاخذ التجربه والاكسبيريونس، لانه بعض المرات في لي كونكور في القطاع العام كيطلبوا الاكسبيريونس. مزيان، دونك ضروري خاصك تدوز في القطاع الخاص، دوز بيه عاوتاني كونكور في القطاع العام، ممكن دير مشاريع ديالك الخاصه. دونك هذا فيما يتعلق بالجيسيون زونتربريز، وهي الدبلوم الاكثر طلبا في سوق الشغل في المغرب، ونقولوا محاسبه هي الاكثر طلبا في العالم كامل مقارنه مع الشعب الاخرين. كيفاش الاكثر طلبا؟ ملي كتشوف شي كونكور وحاولوا تدخلوا هذه القضيه، دخلوا المواقع ديال الوظيفه بوين ا، دخلوا الصفحات اللي كيحطوا لي كونكور ديال المنتسبات الدوله، وشوفوا شنو كيطلبوا وشوفوا العدد. غادي تبان لكم طالبين جيستيون زونتربريز العدد مثلا 200، طالبين 60، طالبين 400، طالبين 300، والشعب الاخرين كيطلبوا 6 10 4 الى اخره. دونك هذه هي اكثر طلبه، وكيكون الحدود اوفر. فين ممكن انك تخدم؟ ممكن تخدم في الجامعات، تخدم في العمالات، تخدموا في الابناك، تخدموا في لاسين اس اس، تخدموا في مديريه الضرائب، جميع المؤسسات تبع الدوله، حتى في وزاره الصحه راه كيطلبوا هاد الدبلوم. تحياتي لكم.